فيروزة فيروزة فيروزة، شو بدك؟ شو بدك؟ قلي انت ليش كل الوقت عم تلاحقني؟ بيرتاح ضميرك اذا لاحقتني؟ ما في فايدة اني اعتذر نيابة عن الباقي، بعرف هالشي، بس عم بعمل كل شي فيني عليك كرمالك يا فيروزة، وبتمنى انه يخلص هالموضوع قبل ما ينقهر ويتضايق اخوكي اكتر. عم تضحك علي يعني؟ كانوا رح يأذوا لأخي هنيك، شفتهم ولا شفت. لا؟ شفت، صار قدام عيوني يا فيروزة، شفت. قديش سهل عليكم تعملوا هيك؟ قديش سهل عليكم تخربوا كل شي وتنطفوا وراكم فوراً؟ يمكن هيك شغلات بتنتسى بسرعة بحياة عالم مثلكم، بس بالحقيقة القصة مو هيك. انتوا بتهربوا وبتروحوا، بس يلي مثلنا لازم يحاربوا لحتى تبين الحقيقة بالآخر، وانت ما إلك مكان بهي الحرب. انتوا مفكرين انه كل شي بيتظبط فوراً وكل شي بيرجع منيح وحلو، بعدين بتطلعوا قدام الناس وبتبينوا انكم انتوا الأبطال. طبعاً انت أكيد هلأ ناطرني اشكرك، مو هيك؟ لا أنا مو ناطر تشكريني، ماشي؟ مو ناطر. الشي الوحيد اللي فيني أقوله إنه أنا دائماً معك وجنبك، أنا هون لحتى ساعدك، ما عادت بعديني عنك، بكفي، خلصنا، لو سمحتي خليني ساعدك. لا تعمل هيك، لو سمحت، ما بدي منك تساعدني ولا شي تاني، طول ما نحن مع بعض ومو قدرانين نترك بعض رح تضل المشاكل مرافقتنا مثل خيالنا، عم تفهم؟ لا تساعدني، أنا ماني بحاجتك، بدي عيش هذا الحب لحالي. فرياد، ما بدك تنام شوي؟ لا، نوم شو؟ قدرتي تحكي مع شيدان؟ حكيتها، الحمد لله أخوها ما كان بالبيت. فرياد، شيدان شافت كل شي انتشر. تعرفي نحن لازم نطلع شيدان ونحميها هالفترة يا فيروزة. أنا كتير آسف. ليش؟ أنا ما صدقت إنه أنت بريئة، وحكيت حكي كتير كبير، بس أنت ما شكيتي فيني ولا لحظة، يعني شكراً كتير، وأنا آسف عن جد. ليك فرياد، بكفينا إنك تكون منيح. أختي حبيبتي.